Thank you.
الشعبي البلدي لي باسمي وباسم رئيس جمعية الفنون الجميلة السيد مكحل مصطفى اللي اعطانا الفرصة باش درنا الحفل هذا وكان في الحقيقة حفل كان في قلبنا وجمعية الديرية المليانة كانت استضافتنا في رمضان اللي فات وبقات في قلبي باش نستضيفه الحمد لله بحضوركم ربنا فيكم وكذلك نشكر الديوان الونسي لأن موزا أونوري دو سو سبيكتاكل وكذلك نشكر بزاف 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 لي تكنيسيان تاعنا من بينهم مالك لي فريمون يعطيهم الصحة لي تكنيسيان ils ont été avec nous ils ont été présents avec nous نقول لهم نسمحوا لنا فريمون وغفنا عليهم وفي الأخير نشكر الأخ عبد المؤمن اللي كان معنا نشكر بزاف والسيد ما ننساهش هذاك هو من العائلة تاعنا الأخ محمود والبوزان تاني رشيد ونادير اللي راهم هنا وكذلك ما ننساش مسيو جلاتي اللي نوزا كوفري كوفر هذا الايفينمون هذايا نشكره بزاف بزاف بحضوره وما ننساش كذلك الضيوف والعائلة اللي كانت معانا وتعبت معانا نتمناو ان القسم هذا يواصل ويتابع لانه هذه هي لغولاف هذه هي لغولاف اللي رايحة تكون في المستقبل في المستوى العالي للكلاس سوبيريور اللي راهي هو كذلك نشكروه الاستاذ عبد الهادي بوكوره اللي راح قايم بدوره في القسم بمستوى الكلاس سوبيريور اللي بالمناسبه ايزون بارتيسيبي البارح لكلاس سوبيريور Ils ont participé à l'événement Tahom avec l'association de Bonstadianem et la salle Opéra. Donc, nous chakrouhoum kadalik. Ou ma nisaj anou l'aïla wakfet m'ana, tbarakallahu fihoum. Ou kadalik, inshallah, tkoun ajbetkoum l'sahariya, mazalt inshallah. Tbarakallahu fihoum. تحية لك سعد مجيد وموزة إذا بعد لحظات رايحين نشوفكم بالجو تاعي دائما بالاسم التحضيري الصنف الثالث ممزوج ومدوج مع مجموعة ونخبة من الفنانين والعازفين المحترفين اللي جاوا اليوم ولباوا الدعوة حتى يكونوا معنا في السهرة تاع اليوم نشكرهم بزاف